بحكي قصة واحدة بسريعة بهمني هذه كتير بفتخر فيها. أنا في مكتبي من أحلى أهم الصور عندي صورتي وأنا لابس جاكيت خيطته أمي لي من إحرام. ما كان عندنا فلوس نشتري جاكيت وجاء الشتاء فوزعوا علينا الأونر وحرامات صوف، وأمي مش خياطة إنما خيطت شيء يشبه الجاكيت، أسوأ منظر مش ممكن تتخيليه، وأنا حاطط الصورة وأعتز فيها. لما كنت رايح الصف اول مره شافوني صاروا يضحكوا علي الطلبه انه شو لابس. انت بتضحكوا، كانوا غيرانين مني لاني انا لابس احرام بدفيني، انتوا لابسين جاكيت منظر بس، وين انتوا وين انا؟ انا حاسس بالدفى لاني قاعد في احرام، انتوا بس مسخره جاكيتتكم، لذلك غيرانين مني. فمره ثانيه كنت بالصف، رحت على الصف على صيدا، وانا كنت امشي ساعتين كل يوم وارجع ساعتين، يعني ما كان في سياره، ما كان في وسيله نقل، ما معي فلس ادفعه، وانا كل حياتي كانت مجانا دراسة كلها بمنحه لاني كنت مضطر ان اكون الاول حتى احصل على منحه. حتى بتذكر قصه لما انتقلنا الى بيروت بعد الدراسه الابتدائيه، ما فيش ثانوي، فانتقلنا الى بيروت، رحت على المقاصد، كان محمد سلام اللي هو عمه تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية، كان رئيسها. رحت على سجل، فسجلت، قال لي الفلوس، قلت له ما عندي، قال لي ليش ضيعت وقتنا، مزع لي وراء، قال لي انت بدك تدرس ببلاش يعني، قلت له لا بدي منحة، قال لي ما بنعطي منحة بس بعد ما تنجح وتثبت انك تستاهل منحة بنعطيك، قلت له طب انا بدي اعطوني فرصة، قال لي ما بنقدر، الله معك. رحت دقيت على بيته بالليل، لا بعرفه ولا بيعرفني، قالوا له في شاب برا ولد صغير بده يحكي معك، قال لي نعم يا ابني، قلت له انا جاي اطلب كفالتك، قال لي كيف يعني، قلت له رحت اسجل، قالوا لي ما بصير، لازم اثبت اني متفوق، قال لي طيب شو اعمل لك، قلت له كفلني لفصل واحد ان اكون الاول في كل المواد، مش الاول بشكل عام، اذا لم اكن الاول في الفصل الاول في كل ماده انا الاول اطردني. شو خسرت؟ واحد طالب قاعد فصل مجانا ما هو كرسي موجود. قال لي لهالدرجة متأكد؟ قلت له لا مش متأكد، مضطر، لأنه ما عندي حل تاني إلا أن أكون هكذا، فأنا مضطر، فبما أني مضطر لازم أعملها. والله طلع ورقة وقال على كفالتي لفصل واحد شرط أن يكون الأول في كل المواد. قال لي كتب الأول، قلت له لا أكتب في كل المواد. حتى في الجامعة الأمريكية، في الجامعة الأمريكية نفس القصة، الأونر وأعلنت عن جائزة واحدة، عن منحة واحدة، على أن يكون صاحبها الفائز بها الأول على لبنان. طب هذا بتسميه نقمة؟ هي نعمة، أني كنت مضطرا أن أكون الأول حتى أخذ المنحة، هذه نعمة من ربي. فأنا حياتي كلها النقمة فيها كانت نعمة لي. يعني الفقر كان برأيك نعمة مش نقمة؟ ما في شيء اسمه فقر ولا في غني وفقير، الفقر أغنى غني قد يكون أفقر إنسان، لأنه لا عايش سعيد ولا بيعرف نعمة الغنى ولا أنه عنده أخلاق أغنى، أخلاق اللي تجعله يعيش مبسوط. الغنى غنى نفسي، والفقر فقر نفسي. أنا كنت أخذ، وهذا في صحفي في لبنان لازم أذكر اسمه، كان معي في المقاصد، محمد السماك، نعم معروف، محمد صديق زميلي في الدراسة، باحث وكاتب، كتب عني مقالة في 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 مجلة صفحة كاملة، قال من 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 المنقوشة إلى الإمبراطورية. طيب. طلال أبو غزالي، هيدي الإمبراطورية، معلش دكتور طلال أبو غزالي، ماذا يعني ماذا بقي من الفقير؟ معلش اسمح لي أسألك، ماذا بقى بشخصيتك من الفقير؟ أنا شخصيتي تعلمت أشياء، مبادئ رئيسية من الفقر اللي عشته، من الحاجة التي عشتها، من الضرورة، ما سميهوش فقر، ضرورة، واللي هي نعمة. أولا الحب، ما في بالدنيا شيء أقوى من الحب، أقوى سلاح تنتصري فيه هو الحب. إذا بدك تنتصري عدوك حبيه، وأنا دائما بقول أنا صديقي بحبه مثل عدوي أو خصمي، لأنه صديقي بحبني وبساعدني لأنه بحبني، خصمي بساعدني وبحبني لأنه قاعد يراقبني لكي يمسكني إذا أخطأت، فهو قاعد عم بيمنعني من الخطأ، له فضل علي. أنا حتى واحد قال لي أنا بكرهك، قلت له أنا بحبك، قال لي كيف يعني، قلت له أنت قاعد تمنعني أغلط وبتجبرني أتفوق، حتى أنت بدك يعني أفشل وبدك يعني أغلط، فحتى ما أسعدك أنا لا أريد أن أفشل ولا أن أغلط، فأنت بالنسبة لي حبيبي. يعني الدرس الأول هو الحب. الحب. الدرس الثاني. الدرس الثاني إنه في شيء بالدنيا
ما له مثيل، وهو أن السعادة ليست بما تحصل عليه بل بما تعطيه. يعني أنا عندي صورة في مكتبي أيضا، في بعض اللوحات في مكتبي بالنسبة لي هي شهد نفسي. كنت في أحد المحاضرات، وعادة الطلبة والمشاركين بكرموني وبدون يتصوروا معي، فكان في سيدة أو امرأة أو أنثى مقعدة على كرسي واطي ويلتشير مش عالي على الأرض، هم عم بيصوروا، سمعتها عم بتقول يا ترى بيقبل يتصور معي أنا وأنا هيك واطي تحت. عملت حالي ما سمعتها، مشيت كملت التصوير ورجعت لها قلت لها تسمحي لي أتصور معي؟ قالت لي يا ريت. ركعت جنبها وتصورت. إذا نظرتي إلى هذه الصورة وعيونها السعادة اللي فيها، والله تساوي أموال بنك أوف أمريكا كلها. بالنسبة إلي عندما أرى هذه الصورة وأرى هالعيون المضيئة من هاي الإنسان المقعد اللي حست بسعادة الدنيا أنه طلال بغزالة ركع جنبها وأنا ماشي. أنت ما كان معك ولا فلس لتاخد يعني سيارة من أو وسيلة نقل من الغازية إلى الصيدلة للمدرسة، أنت صار معك فلوس؟ أنت صار معك أول مرة، أول مرة، أول مبلغ قبضته بحياتي في طالب في جيب. أيوة شوفي، في صار في فلوس. شوفي ستي متى؟ شوفي ستي، أنا لما نجحت في المنحة في الجامعة الأمريكية وتخرجت بالمناسبة بامتياز. نعم. والنعمة، نعمة المعاملة، أنا نرجع، أنا في السجل تبعي العلامات لم أدرس 101 أرابيك ولا 101 إنجليش، مكتوب عليها passed by exemption، وعفيت إعفاء لأنه مستواي كان أعلى من مستوى الصف في الجامعة. ليش؟ لأني كنت مضطر بالليل أشتغل ترجمة وأبيعها، فلحتى أشتغل ترجمة بدي أتحسن لغتي، أعطت القاموس وقعد عم بشتغل. فاللي صار أنه أنا لما وصلت للجامعة سمعت أنه في مباراة، وأنا بزنس مش كلية أداب، في مباراة لكتابة القصة القصيرة، القصة القصيرة والبحث القصير، والجائزة 500 جنيه، وكانت مصري. تديرها مصري، وكانت تديرها اتحاد الجامعات العربية مقره في مصر. تقدمت باثنين، تقدمت في اثنين، كتبت قصة قصيرة وكتبت بحث قصير. استدعاني عميد البزنس قال لي انت ليش قاعد تدرس بزنس؟ قلت له مشان بدي رزقه، بدي اشتغل واطلع اصرف على اهلي. قال لي لا انت لازم تدخل اداب، انت طلعت الاول في القصة القصيرة والثاني في البحث القصير، وهي جائزة 500 جنيه من صفر ل 500 جنيه. 500 جنيه ماذا فعلت؟ لا 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 انا يعني منيح اللي ضل عقلي عندي، 500 جنيه مرة واحدة احطهم بجيبتي. رحت على البيت اشتريت غسالة لامي اللي كانت تغسل بايدها، اشتريت لهم ثلاجة للبيت، كنا ما عندناش ثلاجة، ما عندناش شيء في شقة خالي، احنا شقتنا اصلا هي غرفة وغرفة غرفة ثانية، غرفة للنوم امي وابوي وغرفة اخرى فور ايفريبادي كلنا نستعملها للدراسة، تتحول لمطعم على الارض وقت الظهر وقت العشاء، تتحول الى مكان للدراسة، يعني مالتي بيربس كل شيء الغرفة هاي. فانا لما يجيني هالمبلغ شو اللي بدكم اياه؟ يعني مكان خيالي. شوفوا لوين وصلنا، انا كنت في الجامعه منحه كامله بس كانوا يعطونا كل يوم الصبح والظهر والمساء حبه فاكهه تاخذيها، فكنت اجمع 3 حبات كل يوم اخذهم عندي على الغرفه، لما يصير اخر الاسبوع اخذهم على البيت، يبقوا مستنيني الاهل، طلال جاي ومعه الفواكه، نحط الفواكه على الارض 21 حبه اوف 21 حبة بردقان تفاح في عين أبوي. كنا أنا وياه مرة مشينا 4 ساعات بالحديقة بنسميها احنا البيارة، بيارة البرتقال البيافة، 4 ساعات نمشي فيها هناك، كنت كان حلم إلي إنه في 21 حبة فاكهة وقاعدين حوالينا وقمة السعادة.